ركن التربية الخاصة يعتبر أحد أركان جناح وزارة التعليم في مهرجان الجنادرية 33 لهذا العام. يشرف على هذا الجناح الإدارة العامة التربية الخاصة للبنين والبنات بمشاركة إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض. يقدم الجناح عدة خدمات عرض ما تقدمه الإدارة من خدمات لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات استشارية وخدمات توعوية لزائري الجناح. هناك خدمة يقدمها الجناح خارج جناح الوزارة، اللي هي خدمة قياس السمع عبر وسيلة قياس السمع المتنقلة. عملت الوزارة هذه الوسيلة لتقديم خدمات قياس السمع للمحافظات والقرى البعيدة عن الرياض، وسيتم بإذن الله تعميمها على عدد من المناطق في الأعوام القادمة بإذن الله.